الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم 9 يوليو 2007 هنا في مدينة مونتري في كاليفورنيا، ويشرفنا الأخوين العزيزين عبد الله عثمان ونزيه محمد الحسن، ونحن يعني محتفلين بهم. وفكرنا أنه يعني نغتنم فرصة وجودهم هنا ونعمل الشريط التوثيقي من ذكر لحضورهم هنا، ومنها على نسب أو على سنة التقليد المتبع مؤخرا عند الإخوان الجمهورين بأنه يسجلوا أيامهم ومشاهدهم مع الالتزام الفكرة والحركة وعلاقتهم بالأستاذ. وكلا من عبد الله ونزيهة عندهم رصيد كبير أعتقد بيكون ممتع ومفيد لكل الناس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتور مصطفى، وإن شاء الله الواحد يعني يلقى وارد يعني يسعفه يقول بعض الأشياء. بطبيعة الحال أنا من الناس أجل الفكرة برضو متأخرين شوية نسبيا، عاصرتها يعني بعض أيام الأستاذ خارج المعتقل وداخل المعتقل. ببدأ بتعريف بسيط. عبد الله عثمان محمد بابكر، من ولدت في مدينة كوستي، أصولي من الشمالية منطقة البديرية حول منصور كوتي والكوري والمناطق دي. درستها في كوستي كل مراحلي لغاية الثانوي، ثم كلية التربية جامعة الخرطوم. تخرجت 1985. أذكر إنه في المدرسة الابتدائية مثلا من بدري درسوني عدد من الأساتذة الجمهوريين، وبطبيعة الحال كانوا متميزين على الرصفاء والباقيين من الأساتذة، وفعلا كانوا من الناس اللي بيتركوا انطباع قوي جدا لدى الشخص. عاصرت الأستاذ فايز عبد الرحمن قبل ما يبقى جمهوري وبعد ما بقى جمهوري، والاختلاف الكبير بين الشخصيتين، وبرضه بحكم انه هو من ابناء كوستي ونشأ في حينا تقريبا. ما الأستاذ برضو صلاح محمد عثمان درسني في كوست الابتدائية، والأستاذ إبراهيم جابر فيما بعد أحمد محمد الحسن درس أخوي الأكبر مني، وكان دائما أخوي بيتكلم عنه بصورة يعني كأنه فيه تميز عن باقي الناس. لكن برضو ما كنا قادرين نربط المسألة دي بكونهم هم جمهوريين. ما أذكر أشياء كثيرة يعني استوقفتني في موضوع الجمهورية، رغم انه انا نشأت في الحي لما كنت طفل كان فيه الاستاذ محمود محمد طه، وبدأت فيما بعد ما بقيت جمهوري بقيت اهتم واسأل بعض الناس الحي عن سيرة الاستاذ وياهم في كوستي وكده. هو لما مشى من كوستي كان بيكون عمري حوالي 6 سنوات تقريبا، لكن ما اذكر شيء يعني من الفترة ديك، ورغم انه بيتنا قريب جدا من البيت اللي كان فيه الاستاذ محمود في كوستي. يمكن اول شيء لفت نظري او عالق في ذهني بموضوع الاستاذ والفكره الجمهوريه هي يوم انا كنت في بيتنا، وكان عمي برضو كان معنا في البيت وقتها، كان معلم هو بتاع مدرسه ثانويه، معلم لغه عربيه احمد خالد بابكر.
جاءه رجل من غلاة الأخوان المسلمين في كوستي اسمه علي حاج عثمان، بعدين شفتهم شالوا عصي عكاكيز وأنا طفل صغير، يبدو أن الكلام ده يكون عمري 10 أو 11 سنة، لكن كنت مستغرب يعني هم متعصبين كده ليه، متشنجين، وما كنت واجد أي تعاطف معهم. لكن هم كان بيتكلموا عن أنه في محاضرة للأستاذ محمود في نادي كوستي، وهو نادي قريب لنا جدا زي 200-300 متر من بيتنا، ماشيين قالوا لينصروا الدين لو ما تخمن العبارة، وماشيين ضابوا يعني. فأنا بحماسهم ده مشيت لأشوف الحاصل شنو. الشيء اللي بذكره يعني الفرح الشديد اللي كنت حاسبه لرؤية الأستاذ اللي غير ما سبب تبقى واضح، كنت في حالة فرح غريب جدا، ولكن ما كنت فاهم أي حاجة من المحاضرة. حتى أذكر إنه لما واحد من الناس سأل وسأل عن الحجاب، أنا كنت مفتكره الحجاب اللي بيلبسوه الحجبات يعني من العين وكده، لكن بس كنت فرح جدا. وما زلت أذكر كأنه هيئة جلوس الأستاذ في الطرابيزة وجلابية والعلمة، صورة راسخة في ذهني منذ ذلك الزمن. لكن من ديك كأنما الموضوع ده قفل بمفتاح ووضع في منطقة بعيدة جدا، بقت ما عندي أي علاقة بموضوع الجمهوريين، ولا حتى لو سمعت شيء عنه ما بيخطر في بالي أي شيء يعني. ولاحظت بعد ذاك والدي عليه رحمة الله، هو كان من الاتحاد الديمقراطي لكن برضه كان عنده علاقات كبيرة بالإخوان المسلمين، وإن كان بيهاجمون وبسمونه إخوان الشياطين لكن كانوا برضه أصحابه. أذكر إنه كان بيجيب الأستاذ الطاهر محمد حمد والأستاذ المغداد عثمان كمير، وهو جمهوري برضه، بيناقشوه كثير وبيجيبوا له كتب، وكان بيشتري الكتب باستمرار 3 قروش و5 قروش، وما زلت أظن أنا محتفظ كتيبات الصغيرة دي. ما أذكر من نقاشه معاهم إنه كانت روحه ودودة جدا في النقاش، وكان بيعترض دائما عليه الإنسان يكون الله باستمرار. لكن برضو المسألة دي ما تركت عندي أي شيء، وبالرغم من محبتي للقراية ما حبيت أقرأ الكتب دي خالص خالص. لغاية ما وصلت المرحلة الثانوية وامتحنت للجامعة، بديت في الفترة دي أقرأ للإخوان المسلمين، أقرأ كتابات كثيرة في مختلف المناحي الأدب كلها باللغة العربية، لكن أصلا ما كان عندي اهتمام بالجمهوريين. والحي اللي نشأت فيه بالذات هو حي مشهور جدا بمعارضته للجمهوريين، ومعظم الأئمة بتاع المساجد وأساتذة اللغة العربية والقضاة الشرعيين مقيمين فيه، وعدد كبير جدا من أهلي يعني للأسف، وهم من معظمهم من الناس اللي وقعوا في العريضة المشهورة بتاعت كوستي أيام قضايا كوستي أيام زواج هارون حميدان ونجم الدين الحكيم. أول احتكاك لي بالجمهوريين بعد المحاضرة اللي أنا حضرتها للأستاذ محمود كان أذكر إنه يوم أنا معرض في كوستي، فلفت نظري بوستر عادي جدا يعني بشوفه في المدارس وكده، لكن البوستر ده بالنسبة لي أنا كان شكله غريب جدا وألوان، وكانت كأنما هي ألوان حية كده وزي الناطقة بنفسها، فمن بعيد جذبتني ومشيت وقفت قدامه مسافة طويلة بدهشة غريبة جدا. بوستر مكتوب بخط عادي عن محاضرة أو معرض للجمهوريين، وفيما بعد عرفت إنه الدكان ده هو كان دكان الأستاذ خلف الله عبد العاطي عثمان. ومشيت اتكلمت مع شاب افتكر كان في جامعة الخرطوم وسكن فترة، اسمه خالد محمد موسى، سكن فترة مع طيب حسن وعمر محمد الحسن، فكلمني عن انه في معرض كان في بيت بركية وكان جفيه نور حمد، مشينا حضرناه، وانا قلت للنور عندي رغبة احضر، او النور دعانا لجلسة كانت في بيت عم مجزوز افتكر، ومشيت حضرت الجلسة دي. وبعدها افتكر جعوا الكريم موسى برضو في بيت محمد الحسن الطاهر، برضو مشيت حضرتها، لكن ما كان في ذهني حاجة محددة، بس كنت معجب جدا بالكلام اللي بيقال. ما مر زمن طويل من دي وانا في حالة قلق وما فاهم الحاصل شنو،
صادف يوم كنت بمشي بصلي التراويح، خرجت من صلاة التراويح لقيت زول بيتكلم برا المسجد عن انه التراويح بدعة وكده، فكلامه كان بالنسبة لي غريب. هو افتكر كان الأستاذ صلاح محمد عثمان، وحضرت الركن لغاية نهايته، وكان معي واحد من الإخوان المسلمين وكان متبعني باستمرار، ويبدو انه كان هو بحس بإني أنا يعني ممكن أكون عضو جاهز في جماعة الإخوان المسلمين، وكان مهتم بي كده، فيبدو انه انزعج برضو لحضور الركن ده لأنه طلعنا سوا ونحن جيران في الحلة، هو اسمه فيصل محمد الطيب. المهم أنا حضرت الركن، وفي نهاية الركن الأستاذ صلاح محمد عثمان أعلن إنه في ركن تاني يوم برضو، وفي العادة نحن في رمضان بننوم لوقت متأخر، لكن صحيت مشيت حضرت الركن، فأدمنت الأركان دي بصورة غريبة جدا، وبديت أشتري الكتيبات الصغيرة وبقراها بينهم شديد، يعني في اليوم ممكن أقرأ 6-7 من الكتب دي. وكان أغرب شيء في الموضوع إنه أنا كنت أي شيء بسمعه في الركن، حديث، آية، كلام، بلقى نفسي حافظه تماما، بس من مجرد السماع الاول اليوم. وهذه خاصيه ما كانت عندي قبل كده، يعني حتى الشعر كنت اجد صعوبه في حفظه، الاغاني، اي شيء يعني. لكن كان كلام الجمهوريين ده غريب جدا، يعني بلقى نفسي حافظ الحديث كما هو او الايه او حتى الحجج اللي بيقولها الجمهوريين. بعدها بوقت قليل ما طويل مشيت الخرطوم، قبلت في جامعة الخرطوم، وأنا كان رغبتي أدرس القانون، فتم توزيعي في كلية التربية. وأنا بفتكر إنه كأنما الموضوع بس تم اختيار ليتم إبعادي من الشلة بتاعتي الجبلون في الاقتصاد وفي الآداب، لأنه كنت مشغول بالكورة والرحلات وغيره وغيره، وغطع لو كنت في السنتر زي ما بسموه جامعة الخرطوم قد ما كنت اهتم بالفكرة الجمهورية خالص خالص، بالصورة اللي حصلت لي في كلية التربية. أول يوم في كلية التربية مشيت على دار رابطة التربية، فسمعت عمر إبراهيم علي، هو من أولاد علي لطفي، بينشد صوته جميل جمال شديد، وما زلت أذكر إنه كان بينشد في عليك صلاة الله ثم سلامه. بعدين انا كنت حاسس بس انه كانوا القصيده بتغلي انا لوحدي، لانه حسيت اي كلمه فيها بتخاطبني، بالذات لما وصل للبيت متى ما اردت القرب مني فنادني، فحسيت انه كانوا بنادي فوقي انا يعني. وفي الليله دي كان حسيت بعزاء كبير جدا، وحسيت بانه كانه بس لامر ما انا ربنا ساعدني من الموضوع ده. الركن كان قدموا داري، وأظن عمر بعدها أنشد برضو القصيدة اللي بيقول فوق شربة أكوابي مزغ العشاق، فحتى داري سأل الناس قال لهم بتعرفوا مثل الشراب ده، فأنا نوع الحاجات دي جذبتني بصورة غريبة وخلتني استمع للمسألة، لدرجة إنه في نفس اليوم أو تاني يوم أنا رحلت من الشارع اللي كنت ساكن معاه، وده كان أول يوم أو تاني يوم، لأن مشيت سكنت مع عمر، وعمر هو ساكن وداني للأستاذ محمود محمد طه لأول مرة أزوره في البيت، وما كان في ذهني حاجة اسمها التزام يعني، لكن بس بقيت مجذوب في الموضوع ده بصورة بقت هي حياتي يعني، حتى ما كنت بهتم بالمحاضرات، ما كنت بهتم بأي شيء. فيما بعد تعرفني على درديري، وإن كان يفتكر الدرديري تخرج في نفس السنة، تعرفت على الأستاذ هارون حميدان والباغر العفيف وابراهيم محمد احمد وفضل برام جاد الله، دول هم كانوا الاخوان الجمهوريين الموجودين في كليه التربيه وقتها. كان في برضه محاسن محمد خير ونجوى احمد البدوي ونزيه محمد الحسن، افتكر بعدنا بسنه او سنتين جو بدر الدين عثمان سليمان ومحمد علي المليح ونايله الجعلي فاطمه بشير فرح وفاء همد، برضو جو بعدنا بسنتين ثلاثة في كلية التربية، لكن تعاصرنا كلنا مع بعض، وكان في برضو مهلب أحمد البدوي، فيما بعد جانا عبد الرحمن حجة، كانوا من الأساتذة برضو البيجو لكورسات في كلية التربية أو لماجستير أو غيره، كان في الأستاذ سعد القاضي، وكان في رجل هو كان قريب جدا من الجمهوريين، حتى كنت مفتكره عن الجمهوري اسمه عيد،
كنت في البداية مفتقر من الجمهورية، لكن هو من الأستاذ اللي كان بيجوا للإن سيرفيس كورس، وكان بيزور الأستاذ كثير معنا، وكان من الناس القريبين لنا جدا برضو دكتور مصطفى الديلي ونجاة عثمان قبل ما يمشوا أمريكا. بديت أمشي للثورة كثير جدا بعد ذاك مع الباغير ومع بقية الأخوان، وزي ما قلت ما في ذهني حاجة اسمها التزام. ليتر أنا عرفت إنه الواحد بيعلن للأستاذ رغبته في الالتزام وكده، مهم بصورة من الصور. مشيت كلمت الأستاذ قلت له أنا يعني غنعتي إنه الفكرة الجمهورية هي حق، وإنه أنا شاعر بقى كبير أكبر مني كتير وأنا ما في المستوى، وبدأت يعني أقول له الزنوبي وكده وغيره. فالأستاذ تكلم معاي وقال لي إنه يعني أكد لي على الموضوع إنها هي الحاجة اللي ما بعده حق، وقال لي أنت كل مطلوب منك كأنه تمشي تغتسل وتنوي الدخول في الدين من جديد، وقال لي إذا عملت كده أنا أضمن لك أغفر لك كل ذنبك. وكانت بالنسبة لي مسألة يعني تفوق الوصف، يعني زول الفرح والكده اللي حاسه بيه. وفعلا وجهني بعد ذاك إني أمشي بقى أقابل الناجي محمد أحمد وأخذ كتب، أذكر من ضمنها كان كتاب طريق السالك في أدب يفتكر أدب السالك في طريق محمد ويادو، بس إنه كان طلع كتاب جديد وهو بعده يفتكر جاك كتب الشيعة وغيره. فمشيت وأخذتها وحتى كتبت على وقتها هدية من الأستاذ محمد طه وكده. فبدأت حركتي. بعد ذلك بديت أتعرف على الأخوان في الجامعة. في بداية أمري بالرغم إنه أنا بحب جدا أتعرف على الناس قبل ما أجي الفكرة الجمهورية، لكن ما كنت مشغول بإني أتعرف على أي زول، وكثير من الناس كانوا بحبوا هم يعرفوني بأنفسهم من الجمهوريين، لكن زي اللي كنت نافر كده بس شايف الأستاذ بس ومتعلق به وكده، وزي ما داعي ذاته أعرف لي زول تاني ولا علاقة بزول تاني. ف يعني حتى كانوا بيجوا بيسالوني كثير منهم يقولوا انت من ناس بقرقه، وواحدين بيسالوني يقول انت اخو عبد الله النعيم، لانه يبدو اظنه الطيب في الفتره دي ولا ما عارف منه، غادي يكون جاي من باكستان يا دوب. او المهم لامري ما كان بيسالوني السؤال ده كثير جدا. حتى ناس كوستي ما كنت بعرفهم بصوره كبيره، لانه كان علاقتي في كوستي معظمها بس بالاركان، وما عندي علاقه. يعني حضرت جلسة واحدة بس في بيت عم يزوب وياهو المعرض في بيت محمد الحسن الطاهر. يعني من أغرب الأشياء اللي بتذكرها في بداية التزامي، أنا كنت بشوف الجمهوريين ده بتشابه شبه حسي لدرجة يعني الواحد بشوفه زي الصينيين كده، ودي ما كنت بشوفه في باقي الناس. والخاصية دي في ما بعد، أو المسألة دي في ما بعد بقت ما واردة يعني. بعدين برضو الحاجة كنت بشوفهم جميلين جمال غريب، يعني جمال حسي كده برضو عادي اللي قدام، يعني ما بقت بالصورة اللي كنت بشوفها فيها بداية أيامي. يعني ما زلت أذكر إنه أول بيت من بيت الأخوان أنا بيت فيه وكان في رمضان، كان بيت الأخوان دال، وأخذوني له الأخ الهادي آدم وأفتكر عبد الرحمن جبريل أو يعقوب عبد الرحمن. مشيت لقيت دالي وبشير بكار وحبيب الله وخيت ومحمد الفاتح العتيبي، وكانوا كلهم شباب في سن متقاربة جدا لبعض، وكنت شايفهم جميلين جمال ما عادي، وكنت بحس انه انا زي زول وسخان كده وشكلي حاجة غميقة كده، وزي كانوا انا ما يعني doesn't fit في يعني ما كانوا ما بكون مناسب اكون في الحتة دي يعني، او كنت بسأل نفسي كانوا انا ممكن اكون في الحاجة دي. المسألة دي يمكن استمرت معايا لغاية ما جاء انتقال والدتنا أمنا الصالحة، والدة عرمانه وأخوانه. كان متلبسني حال غريب جدا يوم تشييع الوفاة دي، بس كنت بتلفت بعين للناس، وكنت مشغول دائما بالحديث النبوي بتاع أنهم من أوزاع القبائل، ما بيجمعوا النسب ولا بيجمعوا كده ولا بيجمعوا كده. كنت بشوف الناس فعلا هم من قبائل مختلفة ومن أشكال مختلفة، لكن في شيء بيشبههم. المسألة دي كنت قايلها عندي أنا بس، لكن اكتشفت إنه مثلا كان عندي صديقي أخونا عمر عبد الله أحمد علي، وهسه هو هنا في مونتري مع مصطفى الأزهري،
هو عضو في الصالون برضو، بعض الناس قد يكونوا بيعرفوه. عمر ده هو صديق طفولة، وأذكر وأنا جمهوري راجعت مرة معاه ماشيين من الخرطوم لكوسي بالبصات، لما نزلنا في القطينة الشغلين اللي زول قال لي يا عبد الله زول ده جمهوري، وأنا الوقت ده ما بعرف الجمهورين كلهم. أنا لما تلفت برضو حسيت بأنه زول ده جمهوري، فقمت قلت لعمر أنا ما بعرف عرفته كيف. قال لي والله يا عبد الله أنا جمهوري لو حالك شنب أو ما حالك شنب وبعرفه. قال لي جمهوري عنده صمت خاص كده، لكن شنو ما بعرفه لكن بعرف. وفعلا انا كان عندي نفس الاحساس ده، مسائل زي دي يبدو انها بتجي للزول في بدايات امره وبتشده كده، ولقدام قد تبقى العاديه، قد تبقى مسائل كثيره الزول قد ما يحسها. برضو مسائل الرؤى كانت غريبه جدا، ما اذكر انه في زول كلمني عن موضوع الرؤى، او في الحقيقه انا يعني ممكن اقول حاجه بيريود، انه انا لما التزمت وبقيت جمهوري ما قريت كل الكتب، قريت كتيبات صغيره في شرح الفكره الجمهوريه، يعني امهات الكتب اللي كتبها الاستاذ ما كنت قريتها، ويكاد يكون لحد يوم الليله ما اذكر اني مسكت لي كتاب قريته من الغلاف للغلاف كله كله، لكن كانه بس اقتنعت تماما بشيء روحي بس جذبني للاستاذ محمود بعد ما رايته. يعني ما هي مساله بتاعت تفصيل في اصول وفروع ولا غير ولا غير ولا غير، يعني مساله كانها بس مساله روحيه كانها يكتبها. ودائما انا لما ارجع واشوف البيئه جيت منها وافكاري واهتماماتي قبل الالتزام، بحس انه ما في حاجه منطقيه بتجيبني للجمهوريين تماما الا المساله الروحيه الكبيره والكتابه بس، ما غير كده. ف يعني ما كان عندي أي علاقة بالرؤى قبل ما يلتزم، وما في زول كلمنا عن موضوع الرؤى وإنه السالك في بداية أمره بيجيه رؤى ولا كده، دي ما أذكر خالص زول كلمنا عنها، لكن بقت تجيني رؤى غريبة جدا، ما أذكر منها أشياء هسه كثيرة، لكن في وقتها كانت بالنسبة لي غريبة جدا، يعني نوع الرؤى اللي بتحصل للزول وتتحقق، ونوع الرؤى اللي كأنه حاجة عايشة قبل كده أو شافة أو عارفة وتجي تجسد له لقدام. حتى من الرؤى الواضحة في ذهني وفي بدايات التزامي انه رؤيا انا بشوف فوق الناس جاي من جميع انحاء علاقة الاستاذ بمختلف الوسائل، بالقطارات باللواري بكده، وانا لحد الوقت شفت في الرؤيا دي ما كان في ذهني ذاته انه الفكرة الجمهورية دي هي فكرة كوكبية وفكرة عالمية وكده، دي ما كانت خالص واردة في ذهني، لكن شفت الرؤيا دي على كل حال، واشوف انه بيجي قدام الميدان اللي كان قدام بيت الاستاذ والطلب وشيخ علي بيدخلهم الصالون، كل الناس دي للصالون وسعهم. الرؤيا دي انا ما اذكر اني حكيتها لزول، لكن مر زمن طويل يمكن 7-8 سنوات 9 سنوات بعدها شفتها نفس الرؤيا تتكرر، لكن بدل صالون الاستاذ صالون عن فضل. ولما صحيت ثاني يوم طوالي من الرؤيا برضه ما اذكر اني حكيتها لزول، مشيت قابلت الاستاذ فايز عبد الرحمن فقال لي انه زواج طلب ونوال بكره في الخرطوم، ودي اول مره كنت اسمع بيه. فمشيت فعلا ام درمان وفي المورده انا واقف قدام المدخل بتاع الصيوان، كنت بشوف 3 جهات من الشوارع مختلفه في اتجاه 3 اتجاهات مختلفه، اشوف الناس جايين كانه نفس المشهد اللي انا شفته في الرؤيا وجوا على مكان العقد. فدي يمكن لغرابتها ولتكرار بعد الزمن الطويل ده من الرؤى الواضحة جدا اللي بتذكرها. في بيت الأستاذ يعني كنت بشوف فيه حاجة غريبة، الموية يكاد يكون الشاي كنت أشوفه شكله غريب وطعمه غريب، ما بشبه الشاي اللي أنا بشربه في أي محل. الأكل الكسرة، أنا مثلا في بيتنا ما كنت بأكل ملاحسات خالص خالص، ودي فيها قصة طريفة الواحد برضو حقه يحكيها، لأنه بشيف فوق مسألة روحية، إنه أنا كنت مثلا بكون تعاملي صعب مرات مع والدتي في موضوع إنه لما نجي ألقى زمان الأسر السودانية بتعمل ملاح واحد في أغلب الأحوال، لما نجي ألقى ملاح أسود وكأنها هي بتعرف إنه أنا ما بأكل ملاح الأسود ليه بيعملوه كده. فلما جيت بيت الأستاذ لقيت غالب الطعام هو ملاح الأسود وحبيته حب غريب جدا. حتى اذكر انه انا مره كان عندي ملاريا شديده جدا في كليه التربيه، ناس الباغر كان بيجيبوا لي لبن من السفره سفره الطعام، يوم بعد 4-5 يوم تقريبا قلت الباغر والله الباغر انا مشتهي لي ملح اسود بكسره،
فضحك علي قال لي دي تلقاوي معناه انت لقيت كويس، قوم يلا كسر السفرة معانا وكل الفاصول يعني. فطالعين ماشيين على السفرة لقيتنا محاسن، قالت هي ماشية بيت الأستاذ، فداي واحد يمشي معاه. أنا قلت لها والله كويس جدا، أنا طولت من الأستاذ وكده بمشي. ومشيت ونسيت الكلام الدار بيني وبين البغر ده تماما. مشينا سلمنا على الأستاذ، حتى الأستاذ يعني جراني عليه شديد كده وقال لي قال لي الملاريا دعكتك شديد، دي العبارة اللي بتذكرها شديد دي جراه كده. ويبدو انه احتفلوا بها احتفال خاص اليوم ذاك، اظن جابوا لي ليمون وكده. فجو الناس اللي قدموا الاركان، اللي بيقدموا الاركان في العاده بالنهار جو نقلوا للاستاذ الاركان، وبعد شوي استاذنا على اساس انه نمشي لبيت الاخوان جيم. فالاستاذ من دون الناس قال لي يا عبد الله انت اقعد، عصام ده مسافر جاي من لغه يتغدى معاهم. بس انا من دون كل الناس لما جابوه كان ملاح اسود وكسرى، فكانت مدهشه لي وخلقت لي علاقه ثانيه فعلا غريبه بملاح الاسود. ويمكن زي ما ضحك علي الباغر قال لي لو كانت منت لك مغام، فعم مجذوب قال لي ده ذاته مغام، ويبدو انه فعلا بقى مغام لان بعض الناس بيقول لي عندك مغام في الموضوع. ولاية الطعام زي ما سمعنا عمر هواي. الشاهد في الامر انه يعني تفاصيل زي دي لطيفه، يعني الزول بيكون عايش اشياء كثيره زيها في بيت الاستاذ، وكثير من الجمهوريين بيكونوا عايشوا اشياء مثل دي يعني، ومسائل لطيفه جدا. اذكر يوم مثلا الاستاذ سالني من حركتنا في كليه التربيه، وهو كان كلمنا عن انه الباغر يعني ومحاسن اظن زي دارين زول يساعدهم في موضوع الاركان، وكانوا يعني بفتكر انه انا ممكن اقدم اركان وكده. فانا زي انزعجتها وشعرت باني ما هناي، فقمت قلت للاستاذ انه نزيهه ممكن تقدم. فحتى سالني قال لي انت سمعتها بتتكلم وين؟ قلت له سمعتها في كوستي بتقول بتقدم في تاهيل القياديين الاسلام اسلامها. فيعني هز راسه كده وشعر بان انا يعني زي تراخيت من الموضوع. فسالني المهم عن الحركه في الكليه، قلت له والله يعني حركتنا نشيطه جدا وازعجت الاخوان المسلمين ازعاج شديد لدرجه انه ده يحتلوا محل الركن بتاعنا، وبدوا هون يقدموا فيه ركن. نحن مشينا لمحل ثاني الطلبه بيجوا يجونا، لما شعروا انه الطلبه بيجوا يجونا محل ما نمشي بيجوا يجيبوا ميكروفون يوجهوه على مكان ركننا. كنت في غاية الغيظ، فالأستاذ يعني قال لي يعني كأنه ما تأسى وكده وكده، وقال لي إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فبعد ما قال الآية دي قام قال لي عبد اللطيف ده كتب سنة كم؟ 50، ذكر لي السنة لكن نسيتها، لكن في الخمسينات قطعا. قال لي كتب مقال في الجريدة بعنوان نحن لنا الغد. بعدين الأستاذ سكت مسافة كده، وتاني بستريس كده قام قال لي تاني قال لي نحن لنا الغد. وما كان في زول حاضر الكلام ده، لكن يمكن بعد قرابة 24 ولا 25 سنة في زيارتي الأخيرة دي افتكر للسودان، جات مناسبة ذكرت الكلام للأستاذ عبد اللطيف، فطرب له طرب غريب وقال لي بالله قال كيف؟ وتاني قلت له، ويبدو نص عبد اللطيف ذاته قد تكون التفاصيل دي يعني بتقادم الزمن راحت على، فكان مسرور غاية السرور للمسألة دي. أذكر إنه برضو كان عندنا بروفيسور، هو من أصل أفريقي بدرسنا اللغة الفرنسية، وأنا درست اللغة الفرنسية في كلية التربية. كان عنده اهتمام بالأديان، الطلبة بالذات اللي كانوا بيدرسوا اللغة الفرنسية معروفين في كلية التربية وفي جامعة الخرطوم في الآداب، يعني دائما بيكونوا من نوعية معينة كده، ما بيكونوا مشغولين بكثير يعني يمكن عدا بشير بكار بالمسائل بتاعة الأديان والمسائل زي دي اللي اعتبروها يعني. المهم كأنها مبتغى لمستوياتهم، فهم قالوا له عبد الله ده يعني من اتباع محمود محمد طه وكده، فاهتم جدا وسالني يعني كانه هو ممكن يزور الاستاذ وكده، فقلت له جدا. ما اذكر بالضبط اللي حصل شنو، لكن المهم هو جمع لي الاستاذ، فانا كلمت الاستاذ كان في الغرفه الخاصه، فقال لي الاخوات يطلعوا برا، وكان في عدد كثير من
يعني ما كثير شديد، لكن كان في عدد من الاخوان قاعدين. ففوجئت بانه الاستاذ يقول لي تترجم له. وانا يا دوب طالب افتكر في سنه اولى في الجامعه، وتهيأت الموضوع تهيؤ شديد، لكن ما قدرت اقول للاستاذ لا. وكنت شاعر انه في سعاده القاضي وفي عدد كبير من الناس كان ممكن هم يتولوا موضوع الترجمه. فبدا الرجل يسال باللغه الانجليزيه، انا اترجم السؤال للعربي، الاستاذ يجاوب بالعربي وانا اترجم للانجليزي. ما اذكر شيء كثير منها، لكن اذكر حاجه لطيفه، كان انه الاستاذ شرح له الفرق بين الموسويه والعيسويه. فانا غلبتني كلمه الموسويه دي تماما، ما عرفتها هي شنو بالانجليزي. فبالراحه كده سالت الاستاذ، قلت له الموسويه شنو بالانجليزي يا استاذ؟ فقال لي عاد كيف ما انت المترجم. وقلت لنزيها يعني انا الاستاذ لما قال لي الكلام ده كان كلام وخلاص والسلام، لكن قلت لها انا لفت الايام بعد سنين طويله، يمكن اكثر من 20 سنه، جيت في النهايه كل شيء بقى هو الترجمه، يعني بقيت مترجم. فشفت فيها شيء من او مؤكد هي فيها شيء من الشيء تم زمان ذاك. مسائل لطيفه زي دي بتحصل كثير. و قبل انا ذكرت يعني سؤال الاخوان لي اول ما جيت، هل انا من آل النعيم او هل انا من آل بقرجة؟ برضو من الحياة البذكورة اللطيفة جدا انه انا اول ما جيت للجمهوريين وكنت نحيف جدا، وبرضو كنت صغير يعني 19 20 سنة. بذكر انه كانوا في اطفال فيما بعد تبين لي انه ديل ناس عزام ودماريا ويمكن سهير، والمهم الشلة دي اولاد حسن ياسين فاطمة وهناك. فكانوا بيجوا بعينوا لي وانا في الذكر بصورة غريبة جدا، ويضحكوا ويجروا وانا ما فاهم اي حاجة الحاصل شنو. بعد فترة قالوا لي يعني حاجة كلتوم دارة تلاقيكوا كده. فدخلت جوا وعرفت انه هم ديل الاطفال دي المشبهيني بياسر حسن ياسين، اللي هو ياسر 242 في الصالون، ياسر والسعديه زي ما بقول. ففعلا في وقتها ويمكن لحد الان كان في شبه حسي كبير بيناتنا، وان شاء الله يكون شبه في الروح برضه. فكانوا هم معجبين اعجاب شديد وبيمشوا بكلموا حاجه كلتهم، وهم كلهم معنا هي حبوبتهم بيقولوا عمتي، لان الاخوات في البيت بيقولوا عمتي. فقالت دايره تشوفني يعني حاجه كلتوم، فمشيت والله ينفعني بيجاهم جميعا الناس الرحلوا. فعيت لي كده قالت لي قادر الله، والله انت مننا، والله خضرتك دي خضرتنا. فقلت لها ان شاء الله. وقامت قالت لي والله ياسر وتسعديه بازغك بس. فانا لما طلعت من اللطايف، وفي مره سهر بلول قال لي حكى له امي من هنا في امريكا، وقال لي ضحكت فيها ضحك شديد جدا جدا. قلت له مين؟ قلت لي عزام. وقلت له يا عزام يعني انا اكبر من ياسر، عمتي تقول انا بازغ ياسر ولا ياسر بازغ؟ فعزام قام قال لي يا خلاص عمتي دي لاصلهم يريدوا الفخر، اي شيء بينسبوا لنفسهم. قال لي شفت النيل الازرق؟ بتقول بحر الصفية. فكانت من المسائل اللطيفة في يعني في 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 وقتها وما زالت. برضو يعني بذكر أول علاقتي ببيت الفنانين، خلف الله عبود والعوض مصطفى وبشير محمد علي وأحمد صديق وعدد من الفنانين، يعني توطدت بهم علاقة كبيرة في موضوع الجرائد الحيطية. يعني كنت من بداية يعني التزامي للفكرة الجمهورية بدأت انخرط في كتابة الصحف الحيطية، وفي الوقت ده بدأت تتوسع، يعني بدل الجريدة بس في السنتر بقت في كلية الطب وفي المعهد الفني في الفريع وفي كلية التربية وفي كل الأطراف شنبات وغيره. فدي خلقت لنا علاقة كبيرة جدا بالفنانين وما زالت مستمرة. وبرضو خلقت لي علاقة كبيرة جدا بالأخ صلاح الطيب، لأنه كان برضو بيجي بيكتب في الجرائد دي. ما لقيت فرصة كبيرة لأنه أنا زي ما قلت جينا في وقت متأخر، وبرضو
بطبيعة الحركة في الوقت ذاك ما لقيت فرصة كبيرة في المشاركة في الوفود الرسمية يعني، لكن شاركت في وفود كثيرة، عزاءات وزيجات وكذا حتى أيام الحركة يعني. مشيت وفد واحد للغرب القريب تندلتي وكذا مع محمد الأمين، كانوا جونا في كوستي وفد كبير، ويعني كان كنت بعتبر واحد من أعضاء الوفد ده، كان في الطيب حسن، وأذكر كان جا فيه عصام حاج الطاهر، وأظنه كان بداية التزام عصام. وبعض أهله في كوستي شافوه بيبيع في الكتب وكذا، أبوه كان عصام، أبوه كان رجل معروف في الاتحاد الاشتراكي في منطقة شرق النيل، وزي كان عنده مكانة في المنطقة ديك حاج الطاهر المنصور. يبدو ان الناس رسلوا له وقال له ولدك زي مجنون بيشحت في سوق كوستي وكذا، واظنهم هم انزعجوا جو للاستاذ، و كانت الاتصالات التلفونيه صعبه جدا جدا. ف قاموا يعني اللي مطمن الاستاذ كان قاعد يضربوا تلفون يقولوا انه عصام في حاله كويسه وكذا يعني ما في حاجه، لانه هم كانهم الناس بشوشوا بس يعني. فكانت الاتصالات صعبة جدا جدا، وأنا زي ما قلت بحكم نشاتي في كوستي والكورة والعلاقات اللي هنا دي، مشيت دخلت لمهندس الكوبانية وعندي بيه معرفة شخصية، فقدر يوصلنا بمدرمان، وتكلم الطيب حسن افتكر مع الأستاذ وطمنوا عليه أنه عصام كويس وما عنده حاجة، ويعني كانوا تشويش بتاع معارضة بس يعني. وفي وقتها أذكر حتى البار عفيف لما جيت راجع الخرطوم قال لي الوفد جاء وبيتكلم على انك في كوستي زي عمده كده ولا حاجه زي دي، والله كان مجرد عمل طبيعي، وكوستي بحكم انها مدينه صغيره الناس بتعرفوا فيها وبيقدروا يقضوا مسائلهم. ده الوفد البسكور جاء، وبعد ما بزمن طويل تمت الاعتقالات والناس دخلوا كوبر. لحد الوقت ده زي ما انا قلت ما كان عندي معرفه كبيره بالاخوان، وبل ما كنت مشغول ذاتي اني اتعرف عليهم وكده، وبس كانوا بس بيجي للاستاذ برجع من الاستاذ وكده، ما في حاجه اكثر من كده. لما دخلوا الاخوان في كوبر يمكن دي كانت لاول مره احس بانه نشات لي علاقه بالاستاذ سعيد الطيب شايب، وهي زي ما انا قلت في بدايه موضوع انه الامر كله واضح انه امر روحي وامري فيه اجتباء. كل اللي كنت بعرفه او بشوفه عن استاذ سعيد انه هو رجل بجلابس جلابيه وعلمه بسيطات جدا، ولا تكاد تميزه من غمار الناس بقيه الناس. بيصلي بينا قاصر في يوم الخميس والجمعه، وبرجعوا الصباح بيودعوهم الناس بالذكر وكده، ده كل الشيء بعرفه. حتى ما كنت متاكد بيعرف اسمي ولا ما بيعرفه، بيعرفني او ما بعرفه. المهم لما هم دخلوا كوبر شفت لي رؤية برضو واضحة غاية الوضوح، كانت عندي علاقة كبيرة بخالد محمد الحسن بحكم السكن في جيم وما زالت يعني، وكنت وما زلت بحب خالد. ده صورة غريبة خالص خالص، أشوف خالد في رؤية هو مع الأستاذ سعيد كأنما هم تيمان متشاركين تمام التشابه، identical زي ما يقولوا في الإنجليزي، في جلالير وعمم، وأسلم عليهم أحس يعني بإحساس غريب جدا، وأنا في بسلم عليهم بالأحضان وكده. وحتى في سلام للأستاذ سعيد وافتكر في سلام لي خالد ذاته كنت ببكي بك شديد جدا. صحيت من الرؤية دي بعد يوم أو يومين، اقترحت علي أخت اسمه أحمد الحسن إنه أمشي أزور معاهم أحمد في كوبر، وكانت الزيارة في الوقت ذاك مقتصرة على أسر الأخوان فقط. فمشيت ودخلت بسهولة جدا يعني، ما واجهتني أي مشكلة في الدخول لكوبر. قابلت الأستاذ سعيد بنفس الهيئة اللي شفتها في الرؤية، وسلمت عليه وبنفس الإحساس، بس يبدو أني فجيت من البكاء في الرؤية يعني، ما بكيت لما سلمت عليه، لكن نفس الإحساس. ومن اللحظة ديك حسيت بأنه بدت بينه وبينه علاقة غريبة جدا، وبالفعل العلاقة دي ليتر هم بجي قد يتكلم في بعض تفاصيلها انها استمرت كيف او كده. ف برضو لما تم الافراج عن بتول واسماء وسميه وهدى من المعتقل، بدينا نمشي كثير لبيت الاستاذ وبنكتب
انطباعات اللي بتيجي تقولها بتقول بعد ما تزور الاستاذ في بيت بينهم والوالد. دي برضها خلقت لها علاقه كبيره جدا بخالد المهدي صلاح. طيب برضو كان من الناس اللي بيكتبوا، لكن اوريدي صلاح كنت عندي له علاقه كبيره زي ما ذكرت قبل شويه في موضوع الجرايد. كنا مشغولين جدا برضو بتوطيد العلاقات بيناتنا في جامعات، يعني كنا كثير جدا بنزور شنبات، بنزور الاخوان في الوسط، ناس عبد الحليم والراوي قبل ما الراوي يمشي السجن يعني، وحيدر البدوي والناس اللي كانوا ساكنين في البركس. وكنا بنمشي احيانا نحضر اركان في الفرع برضو، واحيانا بنجي الاركان بتاعت العرديبة. وكانت هي حركة كانت تكون يعني لو ما 20 ساعة في اليوم يمكن تكون 18-19 ساعة. زول بيجد نفسه دائما هو في الحركة. والغريب في الامر انه انا في الوقت ده اصلا ما كنت مشغول بقراية ولا بامتحانات ولا بغير ولا بغير، لكن الزول كان somehow بينجح يعني. حتى نزارة سكولي كانت بتقول انه الطالبات في كلية التربية بشوفوهم انشغالهم الشديد بالاركان وبالمشي لبيت الاستاذ وكده، وبعد ده بيجوا بينجحوا في الامتحانات. فكانوا بيقولون يعني كانوا الاستاذ بيكتب لهم بخرات وكده او الفاتحة العادية اللي بيقولوها الناس دي وكده، فبعزوا الموضوع ده المسألة دي. وهي فعلا كده يعني، بالرغم انه ده كان بيشدد علينا تشديد شديد، بيقول لنا انتوا واجبكم المباشر القراية وانه الجمهوري لازم يكون مبرز ويكون كده ويكون كده، لكن برضو كنا شايفين انه يعني ده تحصل حاصل، وانه بس مشغولين بالموضوع بتاع انا ذكرت قبل انه يعني كنت بشوف مسائل كثيرة بتتجلى لي فيها الغرابة في موضوع الجمهوريين، وزي المسألة اللي ذكرتها عن تشابههم الشديد. برضو من المسائل اللي كان في نظري شديد يعني برضو غرابة الأسماء، وأسماء أسمع بها لأول مرة، زي اسم دالي، زي اسم القراي، زي اسم القمداني. كنت بلاحظ إنه معظمها بينتهي بالياء المعرجة، فكنت بحس إنه زي الأسماء دي كانوا بس فصلوها برضو للجمهوريين، وكانت دي جزء من الغرابة. برضو كانت صورة المثقف التقليدي في ذهني انه هو الزول المتعلم تعليم كبير وتعليم عالي، او زول من حملة الشهادات العليا، وبيفتكر انه دول هم اللي بيحق لهم الكلام وهم اللي بيستمعوا لهم الناس او مفروض يستمعوا لهم الناس. لكن من بداية تعرفي للجمهورين المسألة دي اتهزمت عندي تماما. يعني شفت ناس تحصيلهم الأكاديمي متواضع جدا لأسباب كثيرة قد تكون حصل لهم، لكن بهروني بمعرفه. في البداية كنت أخذت لهم صورة إنهم هم يعني الصورة التقليدية للزول المتعلم، لكن لما شعرت بإنهم هم مع كده المسألة دي كانت يعني كنت مستغرب لها غاية الاستغراب. ويمكن دي من المسائل اللي بتخلي الزول في البداية يتعمق إيمانه بالفكرة. يعني مثلا في جيم كنت معاصر اخونا تاج الدين عبد الرازق، يعني الزول بيستغرب في الصمامه في العليم في يعني مثلا مدفقه منه تحسبها تدفق. مشيت مره مع القراي وحيدر بدوي للابيض، فقابلت هناك برضه عبد الرحيم حسان، برضه من الناس اللي شدوني بصوره غريبه للفكره الجمهوريه. طريقة تعبيره عن نفسه، ملكة الحديث، التسبيك الفكرة عنده، طريقة إخراجه للناس، مسألة كانت غريبة جدا جدا. في الوبيض نفسها يعني مثلا كنت مشدود جدا لإنشاد العم أحمد بكر، ولإنشاد عمنا برضو الله ينفعني بجاه، وعمنا عثمان سليمان قباني والد هدى ونادر وبدر الدين. انت لما تسمعوا انشاد ما فيه النغمات العادية بتاعة الفنانين يعني، او الفن المعروف عند الناس، لكن بتحس انه هو بيقول انشاد بحاجة مختلفة على كل حال، وبتشد الزول يعني الزول ما بيملك الا ان يبكي يعني هو بيستمع له وبينشد. مسائل زي دي ما كانت مسائل مألوفة وكانت غريبة جدا، فكنت بفتكرها في الوقت داك عانتني عون كبير على انه تخلي الواحد يحصل له ترسية زي ما بيقولوا الجمهوريين. برضو المعارضة الشديدة والمعارضة الجاهلة أنا بفتكرها من أكثر الأشياء اللي عانتني عون كبير على إنه الواحد يعني يتثبت في موضوع الجمهوريين.
ومثلا في بيتنا فيما بعد والدتي كانت بتحكي لي عن انه عندنا جد معروف جدا عند الجمهورين وكان بيجي للاستاذ، استاذ سعيد حكى لي عنه فيما بعد كثير جدا، الشيخ سليمان حمد، هو عند الجمهورين معروف بالشيخ سليمان حمد، وعند اهلي بيقولوا سليمان حمد عينان، ده الاسم المعروف بقى عند اهلنا. فحتى بيقول لي انه انت طفل صغير، يعني كانت بتقول لي الكلام ده في باب الحزن علي انه انا بقيت جمهوري، يعني قالت لي شيخ سليمان او قالت لي سليمان ده او بتقول جدا سليمان ما عارف، المهم بتقول لي كان مخصوص بيجي البيت عشانك، وبيقوم بوصيها وبيقول لها الولد ده كده والولد ده كده، وقالت لي كان بيحبك حب شديد ويمسكك يغبلك وكده. قالت لي لانك انت كنت الجن وكنت بتقول لها انا احمد اتليسي، هذه العباره اللي بيقول عن نفسه انا احمد ادريسي انصاري جمهوري ابن كلب، العباره اللي عجبها ياسر الشريف. فبرضو يعني مثلا انا كنت مبرز جدا في المدرسه الابتدائيه، فجاه زي ما بيقولوا طفشت تطفيش شديد، والدتي انزعجت جدا للمساله دي وكانت تفتكر المساله دي عين، يعني بحكم المساله بتاعت النساء العاديات في السودان. فودتني لرجل اسمه الخليفه مكاوي، خليفه مكاوي حامد الركابي، هو ده كان عنده علاقه كبيره جدا جدا بالاستاذ، وعنده مسجد بذكر الزول بالغرون القرن السابع بالتحديد، يعني مسجد بتاع جالوس متواضع بسيط، وهو زول غريب فعلا، يعني من احنا اطفال مسجد ضيوف العتاله والناس التعبانين من الطبقات التعبانه، يعني ما ممكن تلاقي لك زول جلابيته نظيفه مثلا في المسجد ده، نادر يعني حاجه زي دي. وزول ده لما يصلي الظهر في معظم الاحوال صلاه الظهر والعصر بتنتهي بوجبه تشبه الوجبه في بيت الاستاذ، الكسره المفتفته دي وهو رجل غريب، يعني حتى اخونا عمر عبد الله حكى لي عنه قصه لطيفه، قال لي لما حصلت ضربه الجزيره ابا في 71، الحي اللي بيسكن فوق مكاوي ده كان فيه نساء حبشيات مسكينات يعني بتكسبوا ارزاق كيفما اتفقوا، ناس الحله زي ما رضي يعني منهم لكن مغلوب على امرهم وقاعدين، فخافوا من ضربه الجزيره ابا ولجأوا للجامع ده، وأولاده انزعجوا وحاولوا ترضوه من الجامع، فهو قال لهم أبدا، يقعدوا في الجامع وتكرموهم وتأمنوهم لحد، وفعلا قعدوا في الجامع وآووهم وأمنوهم على أنفسهم لحد ما انجلت المسألة. فدي ده مكاوي، يعني علاقته بالأستاذ كان علاقة غريبة، والطيب محمد الحسن بيحكي عنها كثير مسائل كثيرة، حتى دالي مرة حكى لي قال لي أنا من أكثر الحاجات اللي خوفتني، قال لي يوم إحنا في كوستي مع الاستاذ مشينا زرنا شيخ مكاوي ده، قال لي جبنا لنا بوكسي من السوق، فسواق البوكسي دخل معانا، فقال لي شيخ مكاوي كان بيسلم على الواحد كده في فينا بعد الاستاذ يعني وعينه شديد يجروا لي جوا، يسلم على الواحد كده عينه شديد يجروا لي جوا، قال لما في النهايه جاء سواق البوكسي قال مسكه كده وعينه شديد، قال لي شنو البغل المباري الخير؟ قال لي انا خفت خوف شديد تالي يعني. فهو واضح انه زول بيشوف يعني شوف غريب. والتي كانت بتوديني لمكاوي ده على اعتبار انه انا معيون يعني يطلع مني العين وكده ومسحور وكده، فكان بيطمنه تطمين شديد علي وكده. انا قلت عند العلاقتين دي بتاعت شيخ سليمان وشيخ مكاوي، لان هي بعد ذاك لما الناس جابوا لها ولد كبار محمود محمد طه والكلام الكثير في المعارضه اللي بيقال معروف لديكم، كانت بتتاثر وتقول لي يعني الناس دي ما عارفينك. شيخ مكاوي كان بيقول لها انه ده احسن واحد في اولادك وده، وكان بيطمنها كثير يعني وبيقول لها، فكانت بتقول لي يعني يا اخي الناس كانوا ما عارفينك بتجي في النهايه تباري الراجل ده وكده وكده. فأنا قمت كلمتها قلت لها ديل الاثنين ديل هما كانوا من أصفياء الأستاذ ومن جلساء ومن كده، وكلمتها عن تاريخه. فيما بعد يعني مسائل كثيرة بديت أربطها، يعني مثلا جرجس كان هو طبيبنا، وحتى أمي كانت حتى أولاد الحلة مرات بتسوق وتوديهم لجرجس، وما كان بتودينا للطبيب غير جرجس، وهو جرجس من أصدقاء الأستاذ. حتى أستاذ سعيد قال لي بيبدأ يومه بالقهوة في بيت الأستاذ وأظنه بينهي يومه بعد العيادة ببيت الأستاذ. فمسائل زي دي كانها كلها بتصف في إطار الكتيبة اللي أنا قبل تكلمت عنه وقلته. في رجل برضه بسيط في كوست، رجل غريب خلاص اسمه عمر الطاهر، كان جارنا بيبيع مراكيف في السوق، لكن رجل يعني واضح فوق أصالة الطبائع السودانية،
سمع بانه انا بقيت جمهوري والدتي انزعجت انزعاج شديد للمساله دي وكده. فيوم جاء داخل قال لا يا حاجه ميمونه انت يعني كانك حزنانه عشان ولدك باره محمود محمد طه وكده. قال لا انت حبه تفرحي علي الطلاق. قال لا ده باره ارجى الراجل. فحكى لها قال لها نحن من تنبول كميه قال لها من الصبيان كنا في كوستي دي بنبيع على المراكب في السوق وكده ويعني شغالين بتكسب ارزاقنا في السوق. قال لها محمود محمد طه كان بيجينا كلنا يحوم علينا يقول فطوركم عندي. قال لها رمضان كله 30 يوم نحن بنفطر عنده. فات لها بريش بره كبير. قال لها في سوق كوستي في الوقت ده في زول عنده كرو في كرعينه اللي هو الجروح الغائر اللي بتطلع ريح صدئه معفنه جدا. قال لها زول ده لشدة ما ريحته عفنا ان احنا بنطرده من بعيد او نجد عليه الكرامة من بعيد عشان ما يخش اكتشاكنا ودكاكينا. قال لها انا يوم بعد ما فطرتها خشيت جوا اودي على الاستاذ. قال لها لقيت الاستاذ خدت لي منبر في الواطة وموية سخنة في كورة وقال لها بينظف لزول ده في جروحه. قال لها انا طلعت برا واتكفيت على الحيطة طرشت الاكلته كله. ده راجل. قال لها ولدك ما يباري عليه الطلاق ده بارى ارجى الراجل. الكلام ده كان عزة والتي عزاء شديد. بعد ذلك بدأت تشوف رؤى في موضوع الأستاذ هي نفسها وبتذكر حتى من رؤى شافت عندها أخوي وتوفى يعني من 12 سنة كده كان طالب في الكلية الحربية لما توفى لكن وقتها كان صغير جدا يا دوب بدأ يعرف الكلام كده. حكت لي والدتي فيما بعد قالت لي يعني أنا شفته في رؤيا اسمه عبد الرحمن هو. قالت لي شفته في النوم يعني زي لسانه ده. قالت لي زي لسان البقره. قالت لي كله طلع في صدره هنا واتفتح على اثنين. وقالت لي انا انزعجت انزعاج شديد وما لقيت زولك وركلو غيرك انت. فقالت لي انت جيت. قالت لي باصبعك عملت له كده زي السوسته. قالت لي قفلته ورجعت له قلت له تاني ما تنبذ الاستاذ محمود. هو كان يعني بيسمع ناس البيت بنبذ الاستاذ محمود وهو يا دوب بيتعلم في الكلام بدا يمشي معاهم في الاتجاه ده. فدي من الرؤى اللي قسمتها قسمة شديدة وخلتها يعني شوية. لكن عموما المعارضة كانت جاهل معارضة جاهلة زول بالصورة يعني حاولوا يعملوا لي مجالس تشبه مجالس الاستتابة الكلام ده من أيام الحركة يعني أئمة المساجد والوعاظ ورجال الدين وكذا وأولادهم في كوستيو لما لقوا الموضوع ما نافع وشعروا بأنه أنا عندي حجج قوية وكذا حتى كانوا بيستغربوا ويقولوا زول ده عرف الكلام ده بتاعي كله. بدوا يخشوا عليه بمداخل عاطفيه انه انت هسه بيتكم يعني الناس بيقولوا ما كده ونايب. لكن برضو انا قلت لهم هم على كل حال اذا بيقبلوني كجمهوري بيقبلوني ما بيقبلوني ما عندي معهم شغله. وصلت حد وانا طالب في كليه التربيه قالوا انه ما يرسلوا لي تاني قروش للحد يعني وانا طالب. فانا قلت لهم ما عايز اي قروش. بل في الحقيقه كتبت لهم خطاب قلت لهم انا لواحد من عمامي وبالتحديد هو اساسا هو قاضي شرعي لكن مش اشتغل معلم بتاع اللغه العربيه ودين في المدارس الثانويه. كتبت له قلت له يعني انت بتعرف قانون الشريعه وكده وكده وانا بالشريعه عندي حق في الميراث بتاع ابوي ممكن الليله امشي المحكمه واخده يعني. لكن قلت له انا تركته ليك ولغيرك وانا ما محتاج لكم لو اطلع اشتغل يعني. مسائل دي هزتهم هزة عنيفة جدا وشعروا بانه زول يعني نحن لو مشينا معاه في الخطة بنخسره احسن نخليه يعني. وفعلا المسألة مشت على كده. عمل الجبيل حكيت عنه احمد خالد بابكر ما زلت اذكر انه هو كان في السعودية بعدين سمع بانه انا بقيت جمهوري قام كتب خطاب لاسرتنا. والخطاب هم رفضوا يطلعوني عليه ولكن محمد اخوي وفيما بعد هو برضه بقى جمهوري يبدو انه ما كان راضي يعمل الخطاب بصوره من صوره تحصل عليه وجابوا لي انا قريته. بيتكلم فوق عبارات بعيده وبذيئه بذاءه شديده عن الاستاذ محمود وانا استغربت جدا جدا فيه. فهو عمي ودعم ابوي ومتزوج عمتي طوالي والوقت ده بيعمل في دكتوراه في جامعه الملك سعود في السعوديه على حساب السعوديين طبعا وهو من زعماء الاخوان المسلمين. فأذكر إنه أنا كتبت له خطاب بذكر الحتة دي لأنه أنا كنت متأكد تماما إنه الخطاب ده ما كتبته أنا كله لأنه الخطاب ده أنا في جلسة واحدة قعدت وكتبته بلغة كانت غريبة جدا جدا كلمته فيها عن إنه هو رجل دين وهو إمام مسجد وخطيب وكده وكده وبيعرف إنه الدين هو الأخلاق وهو محاسن الأخلاق ومعطيت له يتم من مكارم الأخلاق وكده مما أذكر فيه يعني قلت له إنه أنت
يعني هسه لما تتكلم مع الناس دي بالصورة البذيئة دي عن الأستاذ، انت هل بتفتكر انهم هم حيتخذوك انت قدوة ليهم؟ كلام في الإطار ده، لكن كان كلام غريب وقوي جدا جدا. هو كان من رسالة الدكتوراه بتاعته اسمها ابن جرير الطبري، غراءة من قراءة القرآن، غراءة ابن جرير الطبري على ضوء الفقه واللغة والنحو. أذكر في نهاية الخطاب ختمت له بأنه قلت له يعني دع الأستاذ محمود لناس يعرفهم ويعرفونه، فإنه لا يعرف الفضل للفضل إلا ذو الفضل، والتهنى بابن جرير الطبري وليهنى بك، ومشت في اتجاه زي ده. ده كان في تعامل الخطاب. عم تيجي بعد فترة من السعودية ولاقتني فسألتني، قالت لي أنت كتبت لعمك ده شنو؟ وقلت لها ليه في شنو يعني؟ قالت لي أنا في العادة خطاباته بتجي وكله من السودان بديني لا بقراه. قالت لي الخطاب ده رفض تديني لا بقراه. وقالت لي بعد جاء الخطاب ده زمن طويل، قالت لي عمك ده ما بيقدر ينوم. قالت لي بتقلب كده يقول أح. فأنا حسيت إنه في اللحظة دي إنه الخطاب ده ما كتبته أنا. و ظلت علاقتي معه في توتر شديد. ما بعد جه السودان ويهو اخيرا بقى وكيل الوزاره وكده، بزوره مره مره في البيت، لكن مثلا لما كست سنتين في الخرطوم ما اذكر زارني هو ولا زور من اسرته، وما اشتغلت بالموضوع كثير، وواضح انه ما زال المساله مضمره في نفسه. خلاصه الامر انه يعني المعارضه الجاهله دائما هي بتخلي الزور يتبين الحق اكثر واكثر. والاستاذ قال لي يعني حتى قام قال لي كانك انت مقصود بها لنفسك، يعني انت ما تشتغل باهلك ديل كثير، ونجض بينك وبين الله، الله كفيل انه ينجض بينك وبين اهلك. في موضوع الرؤى وغرابتها برضو، يعني انا بعد التزامي بايام بسيطه بس والدي انتقل عليه رحمه الله، أذكر إنه كنت حزين حزن شديد، يعني إنه هو ينتقل وهو ما جمهوري. فشفت رؤية كانت عزتني عزاء كبير، الرؤية دي أشوف كأنه في كوستي في بيتنا بالتحديد في المرابع في صالوننا، صالون البيت، عدد كبير من الأخوان جالسين في شكل حدوة حصان، والأستاذ واقف. وما زلت أذكر إنه في إكليم بساط أحمر جميل جمال شديد وجديد، هما جالسين عليه والأستاذ واقف كأنما مترقب زولجي من الباب. من ضمن الأخوان اللي بتذكر من حضور كانوا في الجلسة دي طلبوا شيخ علي برضو. غريبة في الرؤى بتاعتي بتكرروا كثير. أبوي جا داخل من الباب، فالأستاذ قال للأخوان سلموا على أخوكم عثمان. الرؤية دي يعني عزتني عزاء شديد، وحسيت بأنه كأنه حزني عليه وكده، يعني زي ريوردد والحد اللي حصل. الغريب في الأمر إني بعد فترة من الرؤية دي رجعت كوستي، لقيت ناس بيتنا في الصالون فرشين كليم أحمر جديد ما كان موجود زمان، اشتروه بعد ما أنا مشيت الجامعة، لأكد لي بس إنه الرؤية دي رؤية حقيقية. الغريب بعد ذاك انا تاني ما اذكر اني شفت والدته في رؤيا الا بعد انتقال الاستاذ جلال، شفته مع الاستاذ جلال في رؤيا. ف يبدو احتمال لانه برضه الواحد كان بحس بابوه الاستاذ جلال له، يعني ودائما انا بالتحديد كنت بشعر الاستاذ جلال بيعمل لي زي ابنه كده، يعني لدرجه انه لما اجي مدني وموسى بكون بوزع في الناس بناديه بقول له عبد الله ده نازل معاي بايت معاي، يعني ما يتودى اي محل تاني وكده. وكانت علاقة غريبة. ما اذكر اني اول مرة شفت استاذ جلال بتين او تعرفت عليه بتين، لكن ايام الحركة ما زلت اذكر انا كنت بوزع في موية في حجرة الاستاذ الخاصة، فاستاذ جلال دعا لي كده وبسرعة جدا بدأ يتكلم عن الاستاذ. قال لي هو لاحظت يا استاذ في اخوان كتار في الفترة الاخيرة دي زي التزموا، حتى اسمائهم بقينا ما بنعرفها. فالأستاذ قام قال له نحن هنا تفوت علينا بعض الأسماء. ده أول شيء أنا أذكره الأستاذ جلال يعني، لكن حتى في اللحظة دي ما أذكر إنه أنا ما كنت عارف هو منه، يعني ما أظني فيه. لكن ليتروني يعني بعد بدت لي علاقة بمدني وكده، توطدت على اختباره كثير بأستاذ جلال، يمكن الواحد يلقى لها فرصة لقدام. استمرت الصورة في الحركة زي ما حكيت،
لغاية ما جت التنفيذ. وأذكر إنه يوم التنفيذ لما النميري أعلن التنفيذ كنا في كلية التربية عدد من الأخوان والأخوات، فجينا من الكلية حركنا بأرجلنا على بيت الأستاذ وجينا لقينا الشوارع جميعة محاطة بالناس، وبكان بيت الأستاذ لقينا ناس الأمن بسلاحهم وتم اعتقالنا في الحتة دي. الغريب في الأمر إنه بعضنا خيروه في إنه يمشي ولا يعتقل، لكن كل الناس فضلوا الاعتقال وودونا في البداية لقسم الدوباوي، وكان سلامنا مستغربين في إنه في ناس يقولون أمشوا يعني ما دارين يعتقلون وهم مصرين على الاعتقال، كانت غريبة. فمشينا فعلا لقسم الدوباوي، وفي الليلة دي أول مرة أنا أشوف هشام عبد الملك، كنت بسمع عنه كثير عن أيام الجامعة وعن التشويه اللي حصل بعد ذاك والكتاب اللي طلع في الردع على صباح الخير المصرية، وهو كان جاي بفرح شديد وكان بيفتكر كأنه ده الوقت خلاص. عداك فيما بعد عرفت من الأخوان إنه هو أصلا وقتجي ومشغول جدا بالمسائل بتاعت الوقت والقصص دي، فظل معاه في الحراسة لوقت بعد ذاك ما أعرف طلع بيتين تاني من الحراسة. فكان ديك أول مرة آخر مرة أقابله يوم 17 يناير 1985. في نفس الليلة رحلونا لبكادوك، وكان أذكر إنه برد شديد جدا جدا، و من الروع الغريبة برضو شفتها في الليلة دي أنا ما أكاد أكون نمتها لغاية الصباح، لكن زي حصلت لي إغفاءات بتكون ثواني كده بس وأنا جالس جلسة الصلاة، في زي الغفوات الصغيرة اللي بتحصل دي أشوف رؤيتين قصيرات جدا جدا لكن بيكون مع المؤكدة. الأولى فورا أشوف الأستاذ واقف في الركن في درمان في الركن المواجه الساعة البرج بتاع البلدية، بشوف الأستاذ في حجمه العادي اللي بنشوفه فيه، لكن بغانه بالبرج بتاع الساعة بشوفه أضخم وأطول من برج الساعة، وبس هو كان واقف في المنطقة دي بالهيئة دي، ما كان في أي شيء تاني في الرؤية دي. وزي ما قلت هي غفوات بتستمر ثانية ثانيتين ثلاثة. الثانية أشوف فيها برضو رؤية زي بيوت جميلة جمال شديد في المنطقة كانت فاضية زمان، منطقة الساحل الخضراء دي في الخرطوم ممتدة بيوت جميلة جمال شديد في المنطقة دي لغاية الصحافة، فبسأل أقول دي بيوت منو، يقول دي بيوت الجمهوريين. دي الرؤيتين يمكن شفتهم في الليلة ديك. بعدين كانت ساعات من التوتر غريبة وعجيبة جدا يعني، لغاية ما في النهاية افتكر جانا عز الدين صديق وعرفنا بالشتة ما، وظلينا يعني أيام في الحراسة لغاية ما من جلت المسألة مشيت لكوستي، لكن المرحلة اللي عاشوها كل الناس يعني بصور مختلفة، كل زول حصلت له هذا بصورة من الصور، فأنا كنت في حالة من القلق والتنشن عجيب جدا جدا. بدأت أمشي كوستي وبحس بالحال بضيق، بيضيق شديد جدا، ما زي ما قلت قبل ما كان عندي سابق معرفة كبيرة بأستاذ سعيد، ما عندي به علاقة كبيرة، يمكن حصل مشيت مدني مرة واحدة في أثناء ما هم كانوا في المعتقل وتوفت أمنا آمنة المكي والدة الأستاذ سعيد الله يرفعنا بإيديهم جميعا، مشيت كان للمشاركة في العزاء، يمكن على ما أذكر أظن دي مشيت الوحيدة اللي مدني وأنا جمهوري، ما أظن مشيت مقبالة، لكن مع القلق والضيق الشديد اللي كنت بحس به في الكوسي في الأعمال دي واليتم الغريب بلقى نفسي بس كأنما زول فكوه بنبلة، فبمرق في مدني بمشي. حتى الأستاذ سعيد اليومين دي كان داوم على شغله الطبيعي في كمحاسب في المديرية افتكر، بمشي بقعد أحيانا بمشي له في المكتب وأحيانا بمشي البيت. البيت ما كان فيه زول إطلاقا يعني، حتى بيكون في كثير من الأحيان باب الشارع مقفول والباب الداخل بتاع صالون الأستاذ سعيد مقفول، فيا عايز هو جمع معي من المكتب على البيت او قال لي مش انتظرني في البيت ولحد ما هو يجي. فكنت بمشي بقعد وبحس بارتياح غريب جدا يعني، ما هو القلق والتنشن اللي بحس به ورا في كوستي، ما بساله ولا بتكلم معه، لكن هو مره
بدأ يتكلم معي وكان كلامه كله قصص عن الأستاذ، وكانت قصص غريبة جدا. أنا كنت لأول مرة أسمعها، يعني حتى يعمل الحركة ما كان في فرصة كبيرة اللي زول يسمع قصص زي كان بحكاية السعيد عن علاقته بالأستاذ، عن حركته في الفكرة الجمهورية، عن الوفود، الناس اللي قابلون، حملات الدعوة الخاصة، قصص غريبة غاية الغراوة. وكان دائما الأستاذ سعيد بيقول لي، وأنا زي ما حكيت في وقتها، كان لما أنا بقيت جمهوري جديد كان عندي خاصية غريبة جدا، إنه الحاجة بحفظها زي ما هي، ودي جاتني بس مع الفكرة الجمهورية، ما كنت أعرفها قبلا. فكان دائما بيختم لي قصص ودي بيقول لي يعني إحنا لو اتيحت لنا فرصة نكتب بنكتب كلام عجيب جدا. لكن يعني أنا إحساسي إنه كأنه ما كان مأذون ليه، وده إحساسي الخاص على كل حال من كلماته دي، لكن كأنه كان بيحرض فوقي بصورة خفية إني أنا أكتب. لكن برضو أنا ما اتكاسلت من الكتابة، ويمكن الزول ندمان لحد الآن على الحاجة دي، لأنه في وقتها كانت الصورة حية جدا في ذهني، وكان ممكن الواحد يكتب كتابة كثيرة جدا جدا. فليترون يعني حتى قلت لمحمد علي مالك زين حسيت بانه عقدت كده، وانه بدا يجيني نوع نسيان لبعض التفاصيل، وتفاصيل مهمه غايه الاهميه، وكاد يجزم انه في كثير من الاحيان ما بكون حضرة اي ظلم، بس بكون انا مع استاذ سعيد. بقيت ارجع كوستي بحكي القصص دي لاخوان كوستي، لاخوان كنانه، معظمهم قد يكون سمعوا اطراف منا، لكن قد بعض الاجزاء منا ما يكون سمعوها. فبدأت يتردد كثير جدا على مدني. بكثرة الحكاية دي في بعض الأخوان من كوستي برضو بدوا يجوا يزوروا أستاذ سعيد، ومن كنانة برضو، حتى أذكر إنه مرات ناس كنانة يصروا إنه أجي أحكي لهم عن القصص دي وكده، وهي كان الناس اللي بيجدوا فيها عزاء للشرخ الكبير اللي حصل لهم يعني في ما بعد 18 يناير. كنت فعلا بمشي، وبدأ ترددي على مدني يزداد بصورة كبيرة جدا جدا. وبدأت أشهد بدايات عودة الناس بعد الفرزة الكبيرة اللي حصلت للناس، بدوا الناس هونا ما يتجمعوا شوية شوية حول أستاذ سعيد، لحد ما تمت الصورة الأخيرة اللي كان عليها المسألة. وقفت قبل في العلاقة بأستاذ سعيد تحديدا، والعلاقة اللي جددت بمدني. وأنا أكثر شيء كان بيسرني في أستاذ سعيد إنه هو يعني، ويمكن برضو أنا كمعلم كنت بشوف المسألة دي، تعليمه للناس ببساطة شديدة وبقصص بيحكيها هي بتبدو في مسارة قصص قد تكون تاريخية، قصص قد تكون فيها الجانب الفكاهي، لكن في نهاية تكون في يعني رسالة أو كبسولة تعليمية غريبة جدا جدا. فكنت دائما بستمتع بقصص، ومهما تحكى كل ما تحكى بستمع ليها بنفس جديد وبفهم جديد وباستمتاع جديد كأنه ما سمعتها قبل كده. وعلاقته برضو بالناس، الأطفال، النساء، الكبار في السن، الرجال، ويبدو أنه كان زي اللي بيقرأ خواطرنا كده، لأنه بنحس بأننا كنا بنتضايق كثير من السعة الشديدة دي، وبنحس بأنه زي في ناس حقهم ما يدوم يعني الاهتمام الشديد والكده. فحتى كان هو بيحكي طوال القصة بتاعت الأخ اللي رسل الأستاذ لأستاذ سعيد، قال ياخد معاه أيام، لكن قال وصاه وقال له يعني أستاذ سعيد كان ماهي شديد فتبقى معاه كلمية بين يديه الغاسل. فلما جاء قال يعني زي لقى مهلة ما كان مصورة، في النهاية زي الضاي، وقال استسعيد يعني أنا والله الأستاذ وصاني كده كده، لكن يا أخوي دحين أنا ميت بمبم. فدي المسألة، ويمكن دكتور مصطفى قبل شوية ذكرني في علاقته بالناس حتى غير الجمهوريين وتعلمهم الشديد بيه، يا القصة اللي تحكى عن الرجل اللي كان هو رئيس أستاذ سعيد في المكتب، وقال إنه يعني كان بيقول الأستاذ سعيد يعني والله نحن يوم الغيام واسمع تمدين عليك، ما تمشي هناك تنسانا تعمل نفسك ما بتعرفنا. فدي كان علاقة رئيس بمرؤوسه، علاقة غريبة جدا. فحتى الأخوان شافوه يوم انتقل الأستاذ سعيد قالوا انه كان بيبكي زي الطفل يعني. فعلاقات إنسانية غريبة جدا، وفي مجلس الزول بيسمع قصص غريبة يعني، كانوا لو ما بيسمع من الأستاذ سعيد
او في مجلس استاذ سعيد ما يصدقها، وزي ما قلت كلها في اطار تعليمي. يعني من اغرب القصص مثلا انا سمعتها في استاذ سعيد والتعلق بالسودان وتعلق الجمهوريين بالسودان وايماننا العميق بان السودان هو فعلا قبلة العالم ومستقبل العالم وكذا. القصة حكيتها في الصالون كذا مرة لكن احكيها هنا مرة تانية، اللي هي قصة قال سيدة سودانية بسيطة بدري كانت شغالة عاملة في اثيوبيا في كنيسة، ومروا على تجار متجولين سودانيين فاكرمتهم وكذا وقامت وسطهم على نفسها وقالت لهم يعني اذا حدث واني يعني جيتوا اذا حدث اني مت وكذا بس في نصيام تدفنوني في السودان. فبتمشي القصة الغريبة جدا لانه فعلا بعد زمن جو سألوا منها قالوا لهم انت غلط، فصروا انه ينبشوها على اعتبار انه يحقق وصيته يدفنها في السودان. فقال لما مشوا نبشوها ويبدو انه الكلام ده بدري شوية، قال فوجئوا في الغرب بقاضي هم بيعرفوه من بلدي تماما موجود في الغرب، كانت مفاجأة حقيقية اليوم. فلما رجعوا المدني ويبدو انه هم الناس مدني سألوا عرفوا انه القاضي ده يعني انتقل في نفس اليوم اللي هي انتقلت فيه او في نفس الوقت اللي انتقلت فيه في اثيوبيا وده في السودان، فكانه حصل تبادل مواقع لشده التعلق بالسودان. دي كان من القصص الغريبه لكن برضه بتاكد لي انه العالم ده عالم روحي تماما ونحن بنجهله جهل تام ما بنعرف عنه اي شيء. من القصص الغريبه برضه اللي فيها تعليم غريب سمعتها في مجلس استاذ سعيد وبرضه مأثر عليه شديد، القصه اللي بتحكي عن رجل قالوا ابنه قبل في معهد ديني، وزمان المعاهد الدينيه بتودي الناس يهول الكليه الاسلاميه بتخرجوا قضاة شريعه وكذا. فقال جسائب ولده للقاضي الشرعي يعني قال له ولدي ده قبلوه في المعهد ودايرين منه ابنيهين رسوم وانا ما عندي، وكانوا قال مش حد ولده. فقال في رجل صالح في قاعد مع لكن كانوا مغطوا صلاحه بمسائل شرعيه يعني بالشريعه. فقال زي ألموا موضوع انه الولد يشحد به وحسب ان المساله دي بتترك اثر سلبي في الولد وفي تربيته وفي كده. فقال له للولد انه انا يعني القاضي الشرعي ده ما بديك الجنيهين وانا ما بديك ليه، لكن ما بدين ابوك لكن بدينك لين انت، وبعد تبقى كبير وتبقى دكتور تجيب الله يراجعك. فقال ان الولد هو بيقرا في معهد ديني كانه ما عنده فرصه شريعه يبقى دكتور اللي هو طبيب يعني. بس المساله دي قال اثرت في الولد تاثير شديد وحفزته ما شغير اتجاهه تماما، وفي النهايه فعلا بقى طبيب وجا بعد فتره شال الجنيهين عشان يرجع للرجل الصالح ده. وقال لقى الرجل انتقل، فهو قال الرجل واضح انه ما دار الجنيهين لكن بس داير مثلا يعلم بيها الطفل الصغير ده ويرفع من قدره يعني انه ما يبقى كامل بيشحقوا كده. فكانت كلها نوع قصص زي دي. يعني انا ما اشكر مثلا استاذ سعيد ما اشكر اطلاقا كان بيكلم الناس على رساله اولى او رساله ثانيه او اصول او فروع، يا كلها نوع قصص زي دي، لكن في النهايه انت بتلقاها متلبسه بروح الفكره الجمهوريه. وده بيديني تصور دائما للكلام اللي كان بيقوله الاستاذ انه الناس ما بيعتمدوا في نشر الفكره الجمهوريه على اللغه العربيه ولا اللغه الانجليزيه ولا غيره، كانوا الناس بسمتهم انه الواحد يكون هو ذاته مصحف متحرك او كتاب متحرك او تجسيده للفكره الجمهوريه. فالزول شاف المساله دي في اعلى قمامها ومعرفين في الاستاذ سعيد في معايشته لهم، وهي كانت معايشه يعني مؤكد غريبه.